بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يتيو التمرتاتشنن إن شاء الله كاقول نبت وتنقد لالا ببالفو بروغراماتشن لاي تقاراني يليلا تشو بهري سلن السوان ستنبر كزام مكاكل هلت بهري وشنان سنة عندنا الصفير نو ሁለተኛ አልቀልቀላ ነው። ያው አልቀልቀላ ላይ የተወሰነ ነጥብ ይቀረናል እንጨርሰዋለን በሚቀጥለው ተባብለን ነበር እና አልቀልቀላ ፊደሎቹ እንደሚታወቁት ቁጥቡ ጀድን እነዚህ አምስት ፊደሎች ናቸው ቃፍ ጣ ባ ጂም ዳል እነዚህ አምስት ፊደሎች የአልቀልቀላ ፊደሎች ናቸው እና ቀልቀላ ሁሉ ጊዜ የሚፈጠረው ፊደሉ ሳኪን በሚሆንበት ጊዜ ነው متحرك በሚሆንበት ጊዜ ግን يعني فتحة ሲኖረው ፊደሉ ወይ ضمه ሲኖረው ወይ كسره ሲኖረው ቀልቀላ አይኖረንም እና ሳኪን በሚሆንበት ጊዜ ብቻ ነው የሚፈጠረው ይህም ስለሆነ ቀልቀላ ሳኪን በሚሆንበት ጊዜ የድምጹ የቀልቀላው ድምጽ መጠንከርና አለ መጠንከር ከፍ ማለቱ አለ ማለቱ يعني የቀልቀለው መጉላትና አለ መጉላትን በመመልከት ለሁለት ይከፈላል አንደኛው ቀልቀለ كبرى ይባላል ሌላኛው ቀልቀለ صغرى ይባላል ቀልቀለ الكبرى የሚባለው የሚገኘው በምንቆምበት ጊዜ ነው يعني ፊደሉ የመጨረሻ ሆኖ السلي بمنكم ببت كزي قلقل الكبرى يمي بالو إهينو بمنكم ببت كزي بلتا دمسو سلمي جن نقر جن بمكاكل بقال مكاكل كهون يا ساكن يعلو ويم دمو يقال مجرشة هونو نقر جن يمنكم ببت كهونة يمنكم ببت كهونة إهي قلقل الصغرى يبالان قلقل كبرى هي تلقو قلقل يمي بالونو እና አንዳንድ ምሳሌዎችን ለዚህ እንወስዳለን ለምሳሌ ቀልቀለ አልኩብራን በተመለከተ አንዳንድ ምሳሌ ስንወስድ አልፈላቁ ተመልከቱ ይሄ ቃፍ ስለቆም ልበት ሳኪን ሆኗል በመሰረቱ متحرك ነው ግን ስንቆም በሳኪን ነው የምንቆመው እና እዚ ላይ ድምጹ የበለጠ ይገነናል ምን ለለን አልፈላቁ ይሄ قلقلة الكبرى يبالا لمن مكنياتهم سلقوا من البت ليلة مستالي محيط محيط يهو طامة جرش علي قوما لبتا ليلة دمو با يبا مستالي كسب كسب طيب يجيم مستالي بهيج بهيج طيب يا دال مستالي أحد احد هكذا قدي هي من البلل قلقله الكبرى البلل تلقو قلقله مالتنا تنشو قلقله ميهونو يا عند قال مكاكل لي ساكن هي قلقله مسط في دال ياو ساكن نو مهون يلبت ساكن بميهونبت غزي مكاكل لي سيغن ويم دمو ما يقالو مجرشا بيهون ساكن كهونه يمانقومبت كهونه هي قلقله عندزيه الكبرى الصغرى يبالل الصغرى تنشو قلقله يبالل عندنا مثاليك النسد مثالي يقضي هون يق يميلو قافو بقالو مكل مهلين يالو القم لبتم سالقم لبتي هي صغرى تنشو قلقله يبالل يقضي يقضي هي يقف مثالي نو يطعم مثالي يطعم يطعم طيب يبا مثالي يبصرون يبصرون طيب يجيب مثالي وتجعلون وتجعلون يا دال مثالي يدخلون يدخلون هون ايه يمنايو سلام سلالكم لبت مككل لي سلالة ايه قلقلة الصغرى ويمدمو قلقلة الصغرى بمبال يتوقع ايه نجر يعني حتى مشدد بهون يونو يعني فيدالو
مشدد بهون مجرش عليك هنا هي مستقل هنا يراس حكم اللوم ويمدمو عندان دبوتا قلقلا لسوستي كفلوتال عندنا درجة لا هلتنيا درجة سوستنيا درجة لوتال عندنا ون درجة مشدد هنا مجرش عليك قوم نبتي عندنا درجة لالو هلتنيا درجة ياو ساكن مشدد يال هنا بمنكم بس زي بس كن سنكم سوستنيا دمو مككل لك هنا ويمدمو كالكم نبت بزي درجة مكففلو تالو نجر جن ونتاون سن الملكة اندزا عدلا مالت من دنو مجرشان بيهون مالتنو اسكاكم نبت درس اسكاكم مشدد بيهون اسكاكم نبت درس هي كالك شد اندري لو شد اندري لو اينت قلقلانو كزي بلتا يميامت او دمسيلا مكنياتم قلقلاو ميهونو بقوم نبت في دلينو لمثال الحق ويم حق سنل حق يمجمل القاف إدغام يتدرجوا قلقلة يلو حق يو اسم قلقلة يلو كلتين يوقفنا قلقلة يلو حق إذن الزيجا يتلي قلقلة يلا باجروا الزيجا وسبسب بندال يعني لا للزهلا اللي نبرتمرت من لو من دنو قلقلة هو الدرجة بتشان يلو عندنا قلقلة القلقلة كبرى يبلا قلقلة كبرى يبلا من دنو ما نينيوم فيدل يقلقله فيدل كقوم نبت بساكن سنقوم مالتنا كمسارتهم ساكن يهون ويمدمو سلا قوم نم ساكن النادر قو شدام يهون شدام أيهون إيه عند درجانو قلقلة كبرى يبالا هلتنيو درجة ساكن يهون فيدل كالقوم كقتل السلاي كالقوم إيه هلتنيو درجانا ومالتنا طيب هن نكلم بهلا إن شاء الله بقلقلة في دلو شلاي ويم قلقلة بمن نادر قبت قزي يمفتروا عندان ستوشين إن شاء الله إن ملكة تالن كمفتروا ستوش مكاكل عندان دي كالسوبة فيت قلقلة في دلالن كالسوبة فيت حركة اللو ويفتحة كالسوبة فيت اللو في دل ويفتحة اللو ويكسراء اللو ويضم اللو مثلا يانن قلقلاون وديت دمس يصدوتال كسرا كونو كسوبة فتال ودي كسرا يصدوتال ضم كونو كسوبة فتال ودي ضم يصدوتال يعني فتحة كونو ودي فتحة يصدوتال اللي هي ستتنا قلقلا مجنو بلنال قلقلا يمي فترو في دلو ساكن بتشاسي هنو قلقلا يمي فترو في دلو ساكن بتشاسي هنو إذن يبميوت أبت قزي ساكن هنو نموتاش تهل لبت يعني ودا فتحة مهدي اللبتم ودا كسرة مهدي اللبتم ودا ضمام مهدي اللبتم عندنا مثالي نوصل قلز عندي هون لمثالي لقد كان تملكتين مثالي لقد دي دي هين يوم من دنو دال ساكن نو إذن حرف من حروف القلقلة وكان مستوش قطب جد كملوت كأم مستوش عندنو إذن يقلقلة في دنو ساكن نو قلقلة نادر قال لما رثنو جين كسبة في تلو حركة من دنو فتحة نو طيب مون يلبث من دنو فتحا عند فتحة نتو أنببا دالا عند سكون ما أنببا اللبن سكون سلو هنا قال قلان ستال نجي ساكن هنا دال نموت اللبن لا قاد بلا مالتنا جين عندنا جو شو مني من يقدر قال له يهن دالون ود فتحة سدان لا قاد يتمل كتون لا قاد بمالت بوتا من يدوتال لا قاد لبلو لا قاد كان لا قاد دا دا أهو من أدرقو قلقلة من بلان الكزيفيت قلقلة بميوت أبت قزي كمتحرك هنا في دل ليونتو من دلنو يعني متحرك هنا في دل فتح لم الثالثي هون من دلنو من أرقو يعني مخرج إننا لقلنا أفاتشن أبرنا لقلن دالن لم الثالثي فتح سنة رقو دا دا مخرج اللقاق اندقنا اهين افاتشنا اللقاق طيب قلقلة مقلقلة هنا سفيدل قلقلة بمنا رقبت كذي اهي افاتشنا ان اللقاق مخرج بيشان من اللقاق د اد قد اهي بيشانو اذن الزيقا هنيا لا قادة قالن مخرج موجونم اللقاق افاتشننم اندزيه اللقاق بزي كذي وده فتح دمز هيدان اهي استثنو اذن قلقلة يميوتو ساكن ايو بساكن النتو سلو هنا منم أينت يحركة شتى النامت ألتم باتك علي ساكن أرقن نموضة اللبن إذن لا قادة النزي بصف بزي هنا تيكرال لا قادة كان لا قادة لا قادة دا دا لا لا قادة بالسكون إذن تركك كيف لا قادة
ይሄ አንደኛው ነው። ሁለተኛ ምሳሌ ضማ ከሱ በፊት ضማ ካለ በተለይ ከሱ በፊትም ከሱ በኋላም مضموم هنا فيدل ካለ يعني يقلقل فيدل አለ ከሱ በፊት ያለው ፊደል ضማ ነው ከሱ በኋላ ያለው ፊደል ضማ ነው። በዚህ ጊዜ ምላሱን ቶሎ አይመልሰውም يعني ለመጀመረው ضማ ከንፈሩን ወደፊት እንደሞጠሞጠ እዛው ላይ ያለ ቀልቀላውን አውጥቶ ሳይመልስ ከቀልቀላ በኋላ ያለውን ضማ ያለውን ፊደል እንደገና በዛው ያወጣዋል። ለምሳሌ ቱ ብቱም የሚለውን ተመልከቱ። ቱ ይሄ ضማ አለው ብ ይሄኛ ምን አለ ሳኪን ነው ቀልቀላ ነው ይሄ ፊደል ሙቀልቀል ነው يعني ቀልቀላ ነው ይሄ ፊደል ቱ ብ። ቀጥሎ ደግሞ ሌላኛው ታ ከባ በኋላ ያለው ታ ضማ አለው ከዛ አይመልስም ከንፈሩን ቱብቱም አይልም። ምን ይላል? ቱብቱም ተመልከቱ። ቱብቱም ቱቡ ቡ አሁን ተመልከቱ እዚህ ጋ ምን ሆነ? ሳኪን ሳይሆን ወደ ضማ ሄደ። ይሄ ቀልቀላው የቀልቀላው ፊደል ቱብብ ነበረ ያለበት ግን ቡ እያለ ነው ያለው። ቱብቱም ተመልከቱ። ቱብቱም መሆን ያለበት ምንድነው? ቱብ ቱብቱም يعني ለضማው ለመጀመረው ታ ضمه ونسطوالن ان ملسنا يبان ساكن قلقله ستنوطالن كذا ملسن ملاساتين نملسالن يتاني ثاني يوم ضمه لموطات توب تو هون قصبي اندزي يقرم دي كفته مفطر يلبنم كل ما سايت يالنو توب تو اندغنا بحالا من ملسه مجمره تو كذا ب كذا اندغنا تو يعني اندغنا معناتنو لا ثاني يوم اذا توبتم توبتم اذا توبتم ستتنو توبتم بوزو اندزي يقرال توبتم بلو يقرال كن مون يالبت مندنو توبتم توبتم ليلا دمو مندنو كسو بفيت كسرا كاله كسو بفيت كسرا كاله كحرف القلقلة بفيت كسرا كاله اهون من يدر قالو عندنا نسوي سيبا مكروبات كزي اهنن حرف القلقلان ولا كسرا يصدوتال دمسون. ለምሳሌ ኢብራሂምን የሚለውን ቃል እንመልከት። ኢብ ኢ ሀምዛው መክሱር ነው ከስራ አለው። ከሱ በኋላ በሐርፈል የቀልቀለ ሐርፍ ነው። ምንድን ነው መሆን ያለበት? ስኩን ነው መሆን ያለበት። ኢብ ኢብራሂም ነው መሆን ያለበት። ግን አንዳንድ ሰው እንዴት ይቀራል? ኢቢ ኢቢ እያለ ኢብራሂም ኢብራሂም ኢቢቢቢቢ ይሄ ከስራ ሆነ ወደ ከስራ ወደ ድምፅ ኢብራሂም ኢብራሂም ይሄ ስህተት ነው። መሆን ያለበት ኢብ ብ ብ ኢዘን ኢብራሂም ኢብራሂም እንጂ ኢብራሂም ኢብራሂም ይሄ ስህተት ነው። ይሄ ወዴት ሄደ? ወደ ከስራ ሄደ። ዘን መሆን ያለበት ሳኪን እንደ ሳኪን አድርገን ነው መጥተለን ኢብራሂም ኢብራሂም። طيب ايه قصتك مكاكل قلقل عليك ميفطروا عندنا سته هنا قلقل عليك ميفطروا سته مكاكل لمو من دنو مجرشا لاي يا همزه دمص مامطات لمثال احد دال هي حرف القلقل هي احد احد قلنا عندنا نسمع احد الى جمرال احد احد هي ستتنا لمثال الصمد سكون دال ساكن بتانا مرة تحلبن كذا بها ليلا في دليل لنا يمجر شو في دال دال بتانا الصمد عندنا من الهلال الصمد اينا قريم الصمد الصمد اينا عمتا هي ستتنا كستتش مكاكل راسو دال ويمدمو حرف القلقلان يحرف القلقلان قلقلة بميرق بتكزي ملتت مارزم هي ستتنا أصله هي فيدلو كما سرته من دنو فيدلو صفان سن ملكت من حروف الشدة نو وكذلك من حروف النزي أمستم فيدلو إيش معناه من حروف الجهر ناتجو مالت من دنو دمسم يمي قرط نو أيرم يمي قرط دمس نو بمن هو نيتا للتت إيش لاله دمس دمسم يمي قرط كهونة أيرم يمي قرط كهونة للتت إيش لاله دمس كما سرته. نالا مثالي أحد تولو أن ترون ما ملس يلبت بفتنة أحد قطتا قن أحد 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 نزيب ما قويته نهل إيه ستتنا ميونو. إذن أحد
الصمد قطتا مهون ያለበት እንደዚህ ነው አንዳንዴ ደግሞ ምንድነው ቀልቀላ ከሰሶች መካከል ቀልቀላን በሚያወጣበት ጊዜ አንዳንዴ ሰው ምን ያደርጋል ቀልቀላ ፊደሉን ካወጣ በኋላ የሚቀጥለው ፊደል ከማለቱ በፊት ክፍተት ይፈጥራል يعني يقلقل فيدل كوت ابو هلا يميقتلون فيدل كمالته بفيت كفتت يفطرال لمثال ميلال يقضي موسى اندزي السما لبلو يقضي اهون بقافنا قاف حرف القلقلانه كسبوها للضاد مد بقافنا بضاد مككل سكت زميلال تنش زميلال كفتت يفطرال هي زم من بالبس بوت ادلم በቃል መካከል ዝም አይባልም የቁዲ የቁ እንደዚህ እና የቁዲ እንደዚህ የሚቀሩ ሰዎች አሉ ይሄ ስተት ነው ቀጥታ መቀረት ያለበት ክፍተት ሳንሰጥ የቁዲ የቁዲ ሌላ ምሳሌ ዩብሲሩን ዩብ ዩብሲሩን አሁን አንደን ይላል ዩብሲሩን ዩብሲሩን يبصرون ما هون يعلبث من دنو يبصرون يبصرون ليلة مثالي يدخلون ملو سكفتاني يدخلون 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 ما هون يعلبث من دنو يدخلون يدخلون النزيه التوسنو ستاتوشناتشو እነዚህን ጥንቃቄ ለናረግ ይገባል ማለት ነው አሁን ወደሚቀጥለው ሲፋ እንሄዳለን ወደሚቀጥለው ባህሪ ተቃራኒ ከሌላቸው ባህሪዎች መካከል አሊን የሚባል ባህሪ አለ አስካሂ ሶስተኛው ነው የመጀመሪያ አስፋፊራ ይተናል ሁለተኛ አልቀልቀላና ይተናል ሶስተኛ አስፋፊ አሊን ነው አሊን ማለት ምንድነው የተፈለገው لين سيبال هول غزي يميفلغو وهو هلت في دلوش لاي بيتشانو حرف اللين ميبالو تولسناتشو اليا والواو حرف الواونا ياناتشو نقرقن هول غزي عدلم حرف اللين ميبالو تنزي حرف الواونا حرف اليا حرف اللين ميبالو تول غزي عدلم ماشنو النزي في دلوش حرف اللين ميبالو حرف اللين ميبالو تهلتم ساكن هنو واوم ساكن هنو سيمتا يام ساكن هنو سيمتا كسو بفيت كنسو بفيت يالو فيدل حركة وفتحة كهونا لمسالي واو ساكن هونو كسو بفيت يالو فيدل فتحة مهونا اللبت ياو ساكن هونو كسو بفيت يالو فيدل اندزيهو ساكن مهونا اللبت حرف اللين اندبال واو النايا حرف اللين اندبالو النسو ساكن هونو كنسو بفيت يالو فيدل بفتحة متحرك مهون اللبت معلتنو طيب ايهي حرف اللين اندبالو هنو نقر قل لمسالي راسه واو متحرك هنا فتحة كسرة ضمة كالو اندزيه يا متحرك هنا فتحة كسرة ضمة كالو هي حرف اللي نايبالم هي حرف اللي نايبالم ويمدمو واو النايا ساكن هنا كواو بفيت ضمة كالا كيا بفيت كسرة كالا هي حرف المدنو لبتشونو مجمرة حروف الجوف لاي يأينا تشومالنو نسونا تشوزيوست اي كاتتم مالتنو إذن حرف اللين مبالو من دنو حرف اللين مبالو واو ساكنة يا ساكنة كفي اللفتو فتحة كالة كفي اللفتو فتحة كالنسو في اللفت فتحة كالة هي حرف اللين مبالو طيب إيه حرف اللين من دن التفلق بتي حرف اللين صفات شو ويمن نزي في دلوج لين يمبال صفاء الله شو سيبال من دنو يتفلقو قال اللي بلو يوتعلونو نبام يوتبت قزي يهون تقل اي فلقم بكاللالو يوت اللو لما لتنم يفلقو لمسالي عندنا مسالي شنون خوف خوف تقل اي فلقم خوف لمسالي قوم قوم لمسالي البيت البيت قريش طيب ايهي واضح نقل سنو نقرقن كزيق اي ايجي ماستوس مفلقو نقر على السم من دنو እንደ በተለይ እንደ አማርኛ ተናጋሪ ማለት ነው ሁል ጊዜ እዚህ ቦታ ላይ ብዙ ሰው የሚሳሳትበት ስታለ حرف ሊንን በሚያነብበት ጊዜ ይሄ ምንድነው የቋንቋው ተጽኖ ነው ማንኛውም ሰው ሌላን ቋንቋ ላይ በሚናገርበት ጊዜ በትክክል የማያወጣበት ምክንያት ምንድነው
በራሱ ቋንቋ ላይ የለመደው ያባባል ሁኔታ ስላለ ነው። ያ ነገር እሱ ጋር ያልተለመደ ከሆነ እንደዚሁ ይሄ ነገር በትክክል አይወጣው ማለት ነው። እና አሁን እኛ سنመለከት ለምሳሌ በምን መለከት حرفه بان በሚባለው ፊደል በአማርኛ ማለት سنመለከት መደብ አለው እንደሚታወቀው በቡ ቢ ባ ቤ ብ ቦ ይሄ አለ አይደል እንዴ? አሁን لحرف اللين የቀረበው ዚጋ በቡ ቢ ባ ቤ ይሄ ያ حرف اللين ለሱ ቅርብ ነው። ቦ ይሄ ደግሞ ለሱ ቅርብ ነው። እና አንዳንድ ሰው እንዴት ያነበዋል? ይሄ ቅርብ ስለሆነ ለሱ ለምሳሌ ቆም የሚለውን ሲቀራም ይላል ቆም ይላል። ዮም ሲሆን ዮም፣ ኸውፍ ሲሆን ኸውፍ፣ ጾም ሲሆን ጾም ይላል። ለምን? የለመደው ምላስ አለ። ጠብስ ለምሳሌ በቤት የሚለውን በምን ይቀራል? ቤት እንደዚህ ያለ ቁረይሽን ቁሬሽ። ለምን? አሁን ሬ የሚለው ወደ ሬ ወደ ቤ ወደ ቄ ይሄድበታል። ነገር ግን ይሄን በምንልበት ጊዜ አሁን እኛ እንደ አንድ ፊደል ነው የምናነበው። አማርኛ ላይ እንደ አንድ ፊደል ነው የምናነበው። ግን አረብኛ ላይ እነዚህ ሐርፈሊን ሐርፈሊን በሚባሉበት ጊዜ ዋው ሳኪን ሆኖ ከፊት ለፊቱ ፈትሐ ነው። ያ ሳኪን ሆኖ ከፊት ለፊቱ ፈትሐ ነው። ኢዘን ፈትሐ ያለውን ፊደል ፈትሐ ያለውን ፊደል በፈትሐነቱ አንብበን ዋውና ያን በሳኪነታቸው ነው ማንበብ ያለብን። ለምሳሌ አልበይት ስንል አልበ ብለን ያን ይ ማለት አለብን። አልበይት ሙ አልቤት ለ በ ሌላ ነው፣ ይ ሌላ ነው። አልበይት አልበይት። ቁረይሽን ስንመለከት ቁረ ራን በራነት ወጥተን ፈትሐ አድርገ ነው ያን በያሳኪነት ነው ወጣለብን። ቁረይሽ ቁረ ይ ቁረይሽ። ጠይብ ዋም ላይ እንደዛው። ለምሳሌ ቦ ቆ ሆ ዮ ሶ ማለት የለብንም። ለምሳሌ ሰውም ስንል ሶ ው ነው ማለት የለብን። ሰውም የውም ስንል ዮም አይደለም የውም የውም። ኸውፍ በምንልበት ጊዜ ኸውፍ አይደለም ማለት የለብን። ኸውፍ ኸውፍ። በዚህ መልክ ማውጣት አለብን። ይህ ኢንሻአላህ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። እና ይሄና የመሳሰሉትን ነገሮች ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ሌላ ደግሞ ከዚህ ከተቃራኒ ከሌላቸው ባህሪዎች መካከል አልኢንሂራፍ የሚባል ባህሪ አለ። ኢንሂራፍ ማለት እንደ ስሙ ነው መንገድ መልቀቅ ነው። ኢንሂራፍ የሚለው እንደ ስሙ መንገድ መልቀቅ ነው። የተፈለገውም ይሄ ነው። እንዴት እንደሆነ ኢንሻአላህ እናብራራለን። በምስልም ኢንሻአላህ እያሳየን ግልጽ እንዲሆን የበለጠ። የኢንሂራፍ ፊደሎች ሁለት ናቸው። አላም ወራ حرف اللام እና حرف አራ ናቸው። ለምንድን ነው ኢንሂራፍ የተባሉበት ምክንያት? ያኒ አየር ከሳምባ ይመጣና ከመጣ በኋላ መخرጁ ዝግ ሆኖ በሚያገኘው ጊዜ በተወሰነ ሁኔታ በሆነ ቦታ ክፍተት ሲያገኝ ዝጉን ቦታ ትቶ ወደ ቀኝና ወደ ግራ ለምሳሌ በሚሄድበት ጊዜ ይሄ መንገድ ለቆ ሄደ ማለት ነው። መንገድ ለቆ ሄደ። የበለጠ ግልጽ እንዲሆን ይህንን ምስሎችን እንመለከታለን ኢንሻአላህ። ተመልከቱ ይህንን ምስል፣ ላም ላይ ያለው ምስል ተመልከቱ። አሁን ይሄ ላም በሚወጣበት ጊዜ ከዚህ በፊት እንዳየነው ላም የሚወጣው ከምንድን ነው? የምላስ ሐፈቱል ሊሳን አድናው የመጨረሻው ክፍል የምላስ ጫፍ እሱ የዛ ከጥርስ አጠገብ በሚነካካበት ጊዜ ነው። አሁን ግን ከጎኑ ድምፁ ከዚህ ከጎሮሮ መጥቶ መውጫው ዝግ ሆኖ ያገኘዋል። ከዛ ወደ ቀኝና ወደ ግራ ክፍተት ስላለ ወደ ቀኝና ወደ ግራ ይሄዳል። ይሄ ምን ይባላል? ኢንሂራፍ የሚባለው ይሄ ነው። ያኒ ምላስ ይመጣል። ተመልከቱኝ ጋ አሁን ምላስ ይመጣና እንዲህ በሚዘጋበት ጊዜ ድምፁ መጥቶ ፊት ለፊት ተዘግቶ ያገኘዋል። መውጣት አይችልም ማለት ነው። ከዛ በኋላ በቀኝና በግራ በኩል ክፍተት ስላለ ድምፁ ወደ ቀኝና ወደ ግራ ይሄዳል። ያኒ መንገድ ለቀቀ ማለት ነው። ፊት ለፊት መጥቶ
ዝግ ሆኖ ሲያገኘው የመጣበት መንገድ ይለቅና ወደ ቀኝና ወደ ግራ በሚሄድበት ጊዜ ይሄ ኢንሕራፍ በመባል ይታወቃል ማለት ነው። ኢንሻአላህ ጠይብ፣ ይሄ ኢንሕራፍ የሚለውን ባህሪ በሚቀጥለው ፕሮግራማችን ጨርሰዋለን። ይቀረናል ኢንሻአላህ ከመጀመሪያ አንስተን ጊዜ ስላለቀ አሁን እዚህ ላይ እናቆማለን። ወላሁ አዕለም وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.